مساء الخير، أهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في لايف جديد من محافظة الفيوم. يعني زي ما احنا شايفين كده الملاك النائم، يعني ده أفضل مسمى أو أقرب مسمى نقدر نطلقه على زينب خالد، الملاك اللي ربنا قدر عليها ابتلاء من 15 سنة أنها لا تغادر هذا السرير. يعني هي ملاك مقيم على هذا السرير من 15 سنة. 15 سنة زينب من قبلها كانت بنت عادية جدا، مفيش أي مشكلة، بتتحرك بكامل أطرافها، كل بتتمتع يعني بوافر الصحة. حادثة مفاجأة يمكن ما مش معمول لها أي حساب غير إن هو قدر، واقفة في الدور الثالث في بيتهم في محافظة الفيوم، وقعت من الدور الثالث فجأة، أصيبت بشلل نصفي وقطع في النخاع الشوكي، وأجرت عدة جراحات على يعني أكثر من 5 عمليات جراحية، لكن للأسف كانت النتيجة إصابتها بشلل نصفي كامل. وهي دلوقتي مقيمة في هذا السرير زي ما قلنا لحضراتكم من 15 سنة. 15 سنة زينب بتاكل وبتشرب هنا على السرير ده، ما بتتحركش. عمرها دلوقتي 34 سنة، يعني زي ما بنقول كده في عز شبابها. زينب يعني يمكن هي كمان في حاجة كويسة في الموضوع، إن هي مش حالة ميؤوس منها، لكن زينب محتاجة استكمال علاج، محتاجة تركيب مفصل في الفخذ، ومحتاجة بعض عمليات الحقن أو يعني حقن للنخاع الشوكي. هنعرف منها التفاصيل كلها ونعرف هي محتاجة ايه، وإن شاء الله يكون إحنا نكون سبب وحضراتكم تكونوا سبب، ويكون في استجابة لحالة زينب وتلاقي العلاج المناسب. الحمد لله، زي حضرتك انت عامله ايه؟ الحمد لله منورانا في تلفزيون اليوم السابع. ربنا يخليك، ده بنور حضرتك. عايزة أعرف بقى منك زينب بالتفاصيل، يعني من بداية الحادثة إيه اللي حصل؟ انا انا زينب من وعامله حادثه بقالي 15 سنه، متحركش، وقعت من البلكونه من الدور الثالث، سببت لي شلل نصفي، ما بتحركش، اصيبت ان انا بعديها ركبت شرايح ومسامير في ظهري، حصلت لي بعد كده الحادثه دي، فصلت عندي مفصل الحوض وبس، وما كملتش بقى علاجي من بقالي كده 15 سنه راقده، حياتي كلها على السرير بقى، ما بتحركش، ما بروحش مكان، اي مكان غير بالاسعاف. يعني يا زينب انت لما عملتي الحادثه كان عمرك تقريبا 19 سنه. ايوه كنت صغيره، يعني في بدايه ايوه كنت حاله صغيره، الحياه. ايوه كنت صغيره. ال 15 سنه دول بقى عانيت فيهم بقى، يعني الحمد لله. و انت عملتي زي ما قلت لي وبعد كده 5 عمليات. وبعد كده بقى عملت توصيل حبل شوكي، دي اخر حاجه، وما كملتش بقى، ده والدي حقن، توفي. حقن الحبل ايوه الشوكي. ايوه عملت انت اخر مره يعني توقفتي من امتى عن من 5 سنين. خمس سنين ايوه ليه بقى التوقف ده حصل ليه؟ بعد ايه والدي، العلاج؟ بعد والدي ما توفى. يعني انت اللي كان بيعولك او بيصرف على العلاج كان والدك، ايوه لما توفى انت وقفتي العلاج. ايوه طب هما الدكاترة قايلين لك انت ايه المرحلة اللي ممكن توصلي ليها في حالة استكمال العلاج؟ يعني لو عملتي العملية دي وأخدتي الباقي والله منها. انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا، الشفاء ده في ايد ربنا بس، والدكتور ده سبب، بس الشفاء في ايد ربنا يعني بس. هما اقصد قايلين لك انه هيكون في تحسن ايوه انا اصلا كنت بتحسن في العلاج، لما كنت بتتعلم. ايوه، وبعد ما بطلت ووقفت يعني حالتي اتدهورت شويه. رجعتي لورا. ايوه هي العملية المفروض تعمليها عملية ايه؟ مفصل، تركيب مفصل الحوض، تركيب مفصل عشان انا عملت الحوض. العمليه دي كذا مره ورجعت مكانها تاني، فالدكتور قال لي لازم اغير مفصل. لازم تغيري مفصل الحوض ايوه بالإضافة للحقن للنخاع الشوكي. ايوه الدكاترة قايلين لك أي تكلفة للموضوع الحقن أو لا العملية لا دي؟ لا لا ما ما سألتش. تعرفيش. لا لا لكن آخر مرة رحت فيها الدكتور من امتى؟ يقيم حالتك أو يقول لك أنت محتاجة هو انا لسه كنت من 10 ايام كنت لسه تعبانه وكده يعني، بس ما رحتيش ما لدكتور. رحتش لدكتور. يمكن 5 سنين ما رحتيش لدكتور يقيم حالك. لا هل بالنسبة لحالتي في العمود الفقري لا، أما بالنسبة لحاجة تانية اللي هي الكلى، أي حاجة تانية أي حاجة فعلا. عارضة كنت لكن بت لحالتك أيوه وإصابتك من لا لا 5 سنين لا ما تعرفتيش على لا دكتور لا
طيب لا مفيش، ما عرفتش حد وصل لفين، ايه المطلوب؟ لا، طب نفسك في ايه؟ يعني ايه اللي بتتمنيه؟ اتمنى ان انا ربنا يشفيني واقف على رجلي. يعني انا شايفاك ما شاء الله زي ما متماسكة وعندك امل، يعني دي حاجة ايوه جميلة، انا الحمد حاسة لله، ان انتي يعني عندك امل كبير ان شاء الله ايوه تشفي. الحمد لله. ان شاء الله يا زينب تقومي وتبقي احسن من الاول. انتي اصلا متعلمة يا زينب؟ لا لا، طالعه من 5 ابتدائي بس بعرف اقرا واكتب يعني. يعني ليك اي طموحات بقى ان شاء الله لو ربنا فتحك الشفا؟ ليك طموحات في التعليم كده؟ لا لا، هو انا 6 بيت. ربنا يكتب لك الشفا ان شاء الله يا رب. ويحضر لك الشفا ان شاء الله. مين اللي بيعولك دلوقتي في البيت؟ والدي، والدتك اللي عايشه معاكي لسه؟ انت ايوه عايشه انت والدتك؟ والدتي واختي برضو بتساعدها معايا ان هي بتدي لي حاجه برضو، بس اكتر حد يعني والدتي هي اللي عايشه معايا. لكن انت مفيش حركه. لا خالص، هي حياتي كلها على السرير يعني. عامه والدتك عندها كام سنة؟ لا، ما هي ست، والدتي ست كبيره وعندها، ويعني عندها سكر وعامله عمليه في القلب وعندها تضخم في الكلى، في الكلى. والدتك العمرية عدت 60 سنة ايوه وبعدها بس ما بتقولي سابتنيش يعني العادي بصراحه. يعني. ايوه، ان شاء الله ربنا يشفيكي ويعافيكي يا زينب ربنا ويعلم يخليكي، الشفا ان شاء ربنا الله. يخليكي. زينب في تطورات تانية لصحتك؟ يعني انت مصابة بأمراض تانية بقى بره موضوع النخاع الشوكي ده وكده؟ ايوه، عندي حصوة كلى، وعندي المرارة، وعندي قرحة في المعدة. طب لما بيكون في مثلا حاجة طارئة وتروحي للدكتور بتتنقل ازاي؟ او بالاسعاف او ساعات بجيبه هنا في البيت، او لما تجيبه؟ بكونش قادرة اتحرك خالص بيجي الدكتور هنا في البيت. وقربها لسه من 10 ايام، كنت لسه تعبانة يعني، لسه تعب كده 10 ايام. والدكتور محمد صوفي ربنا يخليه ويبارك فيه بيكشف عليا هنا في البيت. تمام. انت حابة توجهي رسالة لحد او حاجة يا زين؟ بناشد الدكتور احمد الانصاري، يعني محافظ ناشد مع الفيوم. محافظ الفيوم، وناشد حالتي يعني. تمام. الدكتور احمد الانصاري اصلا طبيب يعني كمان، وبيهتم بالحالات الانسانية، ونامل ان شاء الله ان هو يزورك او يهتم بحالتك ان شاء الله.